هذه إذن اللقطات التي رصدتها كاميرا مراقبة، وتظهر المسؤول في مجلس محافظة القادسية حسين جاهل البديري وهو يعتدي بالضرب مع مجموعة مسلحة، يعتدي بالضرب على متظاهرين من قضاء الشام. كما تشاهدون على هذه الشاشة، فإن تاريخ التقاط هذه اللقطات قريب جدا، 5 من أكتوبر تشرين الأول الجاري 2019. اقتياد مجموعة من الشباب واعتقالهم بشكل غير آدمي، بشكل يعني أقل وصف وصفه نشطاء أنه مهين لكرامة الإنسان العراقي الذي لا يزال يبذل من دمه ومن عرقه ومن كده، يبذل كله وكلكله من أجل العراق الذي يؤمن به.